رح نبلش بالسون بلوك والسون سكرين. هاي الصورة واضحة عندكم؟ أوكي، بتبين لنا إيش الفرق بين السون بلوك والسون سكرين؟ مين بيقدر يحكي لي؟ السان بلوك بيعكس كل أشعة الشمس الضارة والمفيدة، أما السان سكرين ممكن يمتص بس الأشعة اللي بنستفيد منها، يعني في لا أشعات من الشمس. لا لا مش هيك، مش هيك تحديدا. اوكي، حدا تاني؟ السان بلوك يكون فيزيكال، فيزيكال، ممتاز، هاي شغلة والسان منيحة. سكرين كيميكال. كيميكال. طب ايش معنى فيزيكال، ايش معنى كيميكال؟ الفيزيكال ما بيمتص أشعة الشمس، بينما الكيميكال بيمتص أشعة الشمس. ممتاز. هلا الفكرة إن الفيزيكال ما بيمتص أشعة الشمس، بيعمل لها انسداد كامل، يعني شفتوا كيف بدها؟ عندنا الكيميكال بيمتصها، بس إيش بيعمل؟ بيحللها داخل الجسم، أوكي؟ داخل الجلد بيحللها، بياخد الأشعة المفيدة والأشعة اللي مش مفيدة، بيعمل لها تكسير عشان إنها ما تعمل مشاكل. طيب هلا أغلب الشركات اللي موجودة بالسوق صارت تعمل الفيزيكال والكيميكال مع بعض، يكون بوث بيشتغل فيزيكال وكيميكال بنفس الوقت السن بلوك. تمام، ايش مشكلة السن بلوك الفيزيكال؟ مين بيقدر يحكي لي؟ مادة الزنك أكسيد اللي التيتانيوم، هاي الأبيضة اللي بتترك أثر أبيض. ايوه، اللي بتترك اثر ابيض، فعشان هيك اوعكم تخطئوا مع الشباب وتعطوهم سن بلوك فيزيكال. اوكي، رح يعمل لهم طبقة بيضاء على بشرتهم بشكل مش طبيعي. يجي نحكي هون على إشي كثير مهم. هلا عندنا طبقة الأوزون أو الأنواع اليو في، أول إشي خلينا نحكي، في عندنا 3 أنواع الألترا فايلت، في عندنا 3 أنواع يو في إيه، يو في بي، يو في سي. تمام، هلا الفكرة إنه عندنا طبقة الأوزون تحمي لنا اليو في سي، ما بوصلنا منها أبدا أي إشي من الأشعة، يعني الأشعة تبعت اليو في سي ما بتخترق طبقة الأوزون أبدا. يو في بي يو في اي بيخترقوا أشعة الشمس، بيخترقوا سوري طبقة الأوزون. هلا عندنا هذا مقطع جلدي من طبقات الجلد، هاي عندنا ابيديرمس والديرمس والهايبوديرمس. يو في بي تخترق بس طبقة الابيديرمس، يو في اي تخترق طبقة الابيديرمس والديرمس. تمام، هاي نقطة كتير مهمة نركز عليها. هلا رح أحكي لكم ليش. هلا في هذا الجدول، اوكي، بهمني انا بس اللي هي البلوكد اوزون لاير، ما بهمني قديش الويت رينج تبعت اليو في اي واليو في بي، بهمني اللي هو البلوكد اوزون لاير، وبهمني كمان انه وين البنتريشن بصير وايش الكوز تبعها. هلا عندنا اليو في اي تعمل بلوك لاوزون لاير اونلي 5% بلوك باي ذا اوزون لاير، يعني اليو في اي طبقة الأوزون تعمل بلوك فقط ل 5%، يعني قديش وصلنا منها؟ 95% من اليو في اي. أوكي، بالمقابل اليو بي بي طبقة الأوزون بتعمل بلوك ل 95%، فبيوصلنا منها فقط 5%. أوكي، مين بيقدر يعيد لي شو اللي حكيته؟ اليو ناشدة. في اي دكتورة حكينا انه باليو في اي طبقة الاوزون ما بتوصل لنا 5%، بمعنى انه بيوصلنا 95%. اليو في بي 95% ما بتو يعني ما بتسمح لطبقة الاوزون انها توصلنا، بس 5% هي اللي بتوصل بس لجسمنا. 5% بالضبط. أوكي، هلا البنتريشن والابسوربت في اليو في اي بصير بنتريشن باي ابيديرمس اند ديرمس، فعشان هيك بتعمل لنا سيلولار دامج. اوكي، لوين وصلت اليو في اي بالصوره اللي فرجتكم اياها؟ للابيديرمس والديرمس. باليو في بي هي بس بتوصل تعمل بس بنتريشن، ابسوربت بس في طبقه الابيديرمس، عشان هيك اليو في اي بتسبب لنا ايجينج، واليو في بي بتسبب لنا البيرن. فهلا الشركات زمان كانوا يعملوا صن بلوك يو في بي، هلا اذا بتلاحظوا الشركات كلها شو بتعمل؟ يو في اي يو في اي يو في بي مع بعض. اوكي،
طيب هلا اليو في بي، ليش انا كنت حكيت لكم انه ماخ الشمس بالعاده الناس بيفكروا انه بس استخدامه بس بفصل الصيف، فصل الشتاء بيهملوه، مع انه بفصل الشتاء بتكون اخطر، لانه حرفيا اليو في بي اللي هي الشمس اللي بتحرق متى بتكون عاده؟ فصل الصيف اكثر. فصل الشتاء الشمس فيها طبعا اكيد في الصيف، في الشتاء وبالصيف في يو في اي ويو في بي التنتين، بس اليو في اي بفصل الشتاء بتكون اكثر، تمام؟ فبتخترق الطبقه الاولى والطبقه الثانيه وبتعمل سيلولار دامج، يعني بتتلف الخلايا اللي موجوده في طبقه الابيديرمس والديرمس، اوكي، بطبقه الديرمس كمان اللي هي الاهم، فعشان هيك بتعمل لنا ايجينج. عشان هيك ضروري انه احنا نستخدم الصن بلوك من عمر صغير، لانه بعد هيك